بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر محمد السيد، معلم خبير علم النفس بالإسماعيلية. إن شاء الله هكون معاكم في رحلتكم السنة دي لشرح وتبسيط مادة علم النفس للصف الثالث الثانوي. إن شاء الله إحنا هندرس السنة دي في علم النفس 3 وحدات. في الوحدة الأولى هنتكلم على موضوعين، وهو موضوع الذكاء وموضوع التعلم. في الوحدة الثانية هنتناول مع بعض عملية النمو والارتقاء الإنساني. في الوحدة الثالثة هنتناول مع بعض موضوع مهم جدا في حياتنا، هو موضوع الشخصية. ده المنهج بتاع حضرتك اللي إن شاء الله هندرسه مع بعض وهنتعمق فيه مع بعض السنة. أول موضوع معانا، لو فتحت الكتاب بتاعك هتلاقيه بيتكلم عن حاجة اسمها الذكاء الواحد والذكاءات المتعددة. لو خدت بالك العنوان الدرس مقسوم لاتنين، هل هو ذكاء واحد ولا هو ذكاءات متعددة؟ لو قريت العنوان مرة تانية هتفهم ان احنا عندنا ناس قالت عليه ذكاء واحد وناس تانية قالت عليه ذكاءات متعددة. اذا من مجرد قرايتك لعنوان الدرس هتستكشف ان احنا قدام مشكلة. يعني لو كنت كتبت لك كده الذكاء، او كنت كتبت لك الذكاءات، كنت هتفهم ان انت توصلنا الى انها حاجة واحدة. طب بما اني كتبت لك الذكاء الواحد والذكاءات المتعددة، اذا احنا قدام مشكلة. ايه المشكلة ديت؟ ان العلماء ما اتفقوش على تعريف محدد واحد لكلمة الذكاء. اختلف العلماء حول طبيعة الذكاء، ما اتفقوش على طبيعة كلمة الذكاء. كل واحد شافها بزاوية غير التاني، كل واحد شافها بطريقة غير التاني. يبقى ادي اول معلومة نقدر نقولها النهاردة، ان ما فيش اتفاق تام حول طبيعة الذكاء. السؤال الاهم بقى، ليه ما فيش اتفاق تام؟ ليه اختلفنا حول طبيعة الذكاء؟ كان الرد ان احنا قدام حاجة لا هي مادية ولا هي محسوسة. احنا بندرس حاجة مش شايفينها، احنا بندرس حاجة مش قادرين ان احنا نمسكها بايدينا. احنا بندرس حاجة لا هي مادية ولا هي محسوسة، فعشان كده انت تشوفها بعين وانا اشوفها بعين تانية. بمعنى ايه يا مستر؟ لاحظ كده معايا حضرتك طولك، هل اقدر ان انا اقيس الطول بتاع حضرتك؟ ممتاز، انا اقدر بوحدة السنتيمتر اقدر ان انا اعرف طولك مقاسه كام. يبقى طولك ده حاجة مادية، حاجة محسوس، ان انا اقدر اقول انت كنت السنة اللي فاتت 140 سنتي، السنة دي بقيت 147 سنتي. يبقى انا كده قدرت احسب انت في سنة واحدة زدت قد ايه. يبقى طولك ده حاجة مادية، طولك ده حاجة محسوسة. نفس الكلام وزن حضرتك، من حيث الوزن عندي وحدة اسمها وحدة الكيلوجرام، أقدر بوحدة الكيلوجرام أقدر إن أنا أحسب وزنك كل فترة بيزيد ولا بيقل. يبقى طولنا وزننا دي أشياء مادية، أشياء محسوسة، إذا أنا أقدر بمنتهى السهولة أقيسها وألحظها. طيب يا ترى بقى ذكائك تقدر تقيسه إزاي؟ تقدر تمسكه ازاي؟ تقدر تلمسه ازاي؟ تقدر تحسه ازاي؟ قال لك دي حاجة لا هي مادية ولا هي محسوسة. فكانت المشكلة ان ما فيش اتفاق تام حول طبيعة الذكاء حتى الآن. اذا كل واحد هيتنوع في فهم طبيعة الذكاء، وهيتنوع في كيفية دراسته وقياسه. هنا تنوع بمعنى ان العلماء اختلفوا، كل واحد فهمه بطبيعته، كل واحد درسه وقاسه بطبيعته. يبقى لو نلخص كلامنا، نعيد كلامنا مرة تانية، وإحنا قدام حاجة ولا أكتر من حاجة؟ لا، أكتر من حاجة. ناس قالت عليه ذكاء وناس تانية قالت عليه ذكاءات. طب ليه هما الاتنين ما قعدوش مع بعض وقالوا لنا حاجة واحدة، يا ذكاء يا ذكاءات؟ قال لك أصل العلماء درسوا حاجة لا مادية ولا محسوسة، حاجة ما تتشافش، حاجة ما اقدرش امسكها بايدي. دي مش زي الطول، دي مش زي الوزن. يبقى كل واحد هيدرسها
كل واحد هيشوفها، كل واحد هيقيسها بطريقة غير التانية. فكانت النتيجة إن تنوعنا في فهم طبيعة الذكاء، مما أدى إلى التنوع في كيفية دراسته والتنوع في كيفية قياسه. ده كلام جميل. ممكن بعد إذن حضرتك يا مستر تديني دليل علشان أقدر إن أنا أقتنع بكلامك؟ يعني الاثنين، مفهوم الذكاء اتطور عبر مراحل التاريخ 4 مرات. في البداية شفنا على إنه مفهوم فلسفي، ثم بعد كده اتطور من وجهة نظر بيولوجي، ثم ظهر بعد كده المفهوم الاجتماعي، ثم أخيرا مع مطلع القرن العشرين ظهر المفهوم النفسي. اربط بقى المعلومة دي بالمعلومة اللي قلناها من شوية. هو لو كان ده حاجة مادية محسوسة كان قبل الميلاد زي القرن العشرين، هو المفهوم الفلسفي ظهر قبل الميلاد. أعظم فلاسفة التاريخ أفلاطون وأرسطو وسقراط ظهروا قبل الميلاد. أما مع مطلع القرن العشرين ظهر مفهوم علم النفس. لو إحنا بقى كنا قدام حاجة مادية محسوسة كان اللي شافها قبل الميلاد بآلاف السنين هو نفس اللي يشوفها في القرن العشرين مع مطلع القرن العشرين. ولكن قبل الميلاد شفناها حاجة، في القرن ال 18 شفناها حاجة تانية، في القرن ال 19 شفناها حاجة تالتة، في القرن العشرين شفناها حاجة رابعة. إذن الآن أنا عندي تنوع في فهم طبيعة الذكاء، كل واحد درسه وقاسه بطريقة. إذن كل دي أدلة تدل على إن في تنوع في الدراسة، تنوع في القياس، تنوع في القياس. نبدأ مع بعض أول هذه المفاهيم وهي المفهوم الفلسفي. وحينما تذكر الفلسفة لابد أن يذكر معاها أفلاطون، أرسطو، سقراط. لو قرينا كتب أرسطو هنجد إن في كتابات أشار إلى أن النفس الدنيا هي التي تقوم بالوظائف الحيوية، أما النفس العليا اللي بيتميز بها الإنسان فهي أرقى صور النفس، ودي اللي تتحكم في ذكائه وتفكير الفرد. اسمعها مرة تانية عشان نقدر نحللها مع بعض. أرسطو بيقول في كتاباته النفس نوعين، واحدة دنيا والتانية عليا. الدنيا دي موجودة عند كل الكائنات الحية، وظيفتها إنها تحافظ على حياة الكائنات الحية. أما بقى الإنسان فده أرقى الكائنات الحية، فمميز عن باقي الكائنات الحية بالعقل، والعقل ده هو النفس العليا. طب يا ترى حضرتك أنت مميز بالعقل بتعمل إيه؟ قال لك ده اللي بيتحكم في ذكاء الفرد وبيتحكم في تفكير الفرد. بمعنى إن أنا دلوقتي عندي نفسين، نفس شبه الحيوانات ونفس تانية شبه نفسي اللي هي العقل. أما الحيوانات فأنا زيهم من حيث الغريزة، بأكل وأشرب، هم كمان بياكلوا وبيشربوا، بتجوز وبخلف وهم كمان بيتجوزوا ويخلفوا. يبقى احنا الاثنين شبه بعض من حيث الغريزه، الغريزه دي اسمها النفس الدنيا. انا بقى مميز عنهم ككائنات حيه كانسان بالعقل، لان العقل ده موجود عندي بصوره راقيه مش زي عنده. طيب انا كانسان عملت ايه بعقلي؟ ها، رقم واحد ده اتحكم في ذكائي، اتحكم في تفكيري. يعني انا لو بتقابلني مشكله بعرف افكر في حلها، وكمان بعرف اختار التصرف المناسب اللي احل بيها المشكله. يبقى انا مميز عن الحيوانات عن النباتات بالذكاء والتفكير، وده مش موجود عندهم. يبقى انا عندي حاجه مش موجوده عندهم. دي كانت وجهه نظر ارسطو حول مفهوم الذكاء. طب لو مرينا بآلة الزمن وصلنا
للقرن ال18 هنجد ظهر مفهوم آخر للذكاء، وهو المفهوم البيولوجي. كلمة بيولوجي يعني أحياء. من وجهة نظر علماء الأحياء قالوا إن الحياة العقلية ليها جانبين، جانب معرفي وجانب وجداني. من وجهة نظر علماء البيولوجي إيه الذكاء؟ قال لك العقل يتكون من جانبين، جانب معرفي أي أفكار معتقدات خبرات، وجانب وجداني أي مشاعر أحاسيس انفعالات. الاتنين دول مع بعض وظيفتهم إن هم يساعدوا الكائنات العضوية يعني الإنسان والحيوان على إنه يتكيف مع البيئة بطريقة أكثر فاعلية. الاتنين دول مع بعض عملوا لك إيه؟ ساعدوك إنك تقدر تتكيف مع المكان اللي أنت عايش فيه بطريقة فعالة، بطريقة أكثر كفاءة، أكثر فاعلية. ها؟ وجهة نظرهم للعقل. لا مش فاهم كلامك يا مستر، بسطهولي الله يخليك واحدة واحدة. من عناية الاتنين. ببساطة حضرتك لما بتشعر ببرودة الجو في الشتاء بتدور على الهدوم التقيلة الصوف الغامقة وتلبسها، بينما لما تشعر بحرارة الجو في الصيف بتدور على الملابس الفاتحة الخفيفة القطنية. هل ينفع أدور على الملابس الصوف في شهر أغسطس وأدور على الملابس البيضة الفاتحة القطنية في شهر يناير؟ لا، ده كل شهر وليه طريقة أتصرف بيها. مين بقى اللي ساعدك على إنك تعمل الكلام ده؟ حاجتي، أنت عارف إن الصوف بيدفي فبتلبسه في الشتاء، وعارف إن القطن بيمتص العرق فبتلبسه في الصيف. إذا أنا كده اتصرفت بطريقة أكثر كفاءة وأكثر فاعلية. طب ده الإنسان. طب والحيوانات؟ هو الأنثى لما بيهاجموا عدو مش بيتقوقع جوه الشوك بتاعه عشان يحمي نفسه محدش ياكله؟ اذا كمان قدر ان هو يعمل ها ايه تكيف مع البيئه بتاعته. اذا دي وجهه نظر علماء البيولوجي اللي اختلفت اختلاف كلي عن المفهوم الفلسفي. يبقى ناس شافتها على ان في عقل عند الانسان مش موجود عند الحيوان، وناس تانية تلاقى ده موجود عند كل الكائنات العضوية. وفي القرن ال19 ظهر لنا مفهوم ثالث، وهو المفهوم الاجتماعي، يعني من وجهة نظر علماء الاجتماع. يا ترى علماء الاجتماع قالوا عليه ايه؟ قال لك يرى علماء الاجتماع ان الذكاء هو قدرة الفرد على تفاعله مع الآخرين. قدرة الفرد على تفاعله مع الآخرين. يعني أنا عايش في بيت بابا وماما وإخواتي، بروح المدرسة زمايلي ومدرسيني، بنزل الشارع جيراني، بزور عيلتي، دول مجموعة من الأفراد. هل أنت قادر تتفاعل معاهم؟ يعني إيه أتفاعل معاهم؟ يعني أحتك بيهم، أأثر فيهم، يأثروا فيا. ده قدرتك على إنك تتفاعل مع اللي حواليك. يعني أنت ساكن في عمارة، فوق منك جيران، تحت منك جيران، هل انت قادر تحتك بيهم وتعيش معاهم، ولا طول النهار مقضيها معاهم خناقات؟ يبقى انت كده مش قادر تتفاعل معاهم، مش قادر تتأقلم معاهم. ده الذكاء عند المفهوم ايه؟ الاجتماعي. يبقى مفهوم فلسفي، مفهوم بيولوجي، ثم مفهوم اجتماعي. وصلنا للقرن العشرين. مع مطلع القرن العشرين ظهر المفهوم النفسي، يعني من وجهة نظر علماء النفس. قال لك حتى علماء النفس هم كمان اختلفوا حول طبيعة الذكاء. يعني حتى أصحاب العلم الواحد ما يدروش هم كمان يشوفوه حاجة واحدة زي بعض. والدليل عندنا تيرمان ويكسلر سبيرمان، ثلاث علماء نفس، الثلاثة درسوا نفس الموضوع اللي هو الذكاء، بس كل واحد شافه بطبيعة غير التانية. تيرمان ويكسلر سبيرمان، إذن ده يدل انما يدل على
التنوع في فهم طبيعة الذكاء والتنوع في قياسه ودراسته. نبدأ بأخونا الأولاني اللي هو تيرمان لما قال على ألا هو القدرة على التفكير المجرد، قدرتك على إنك تفكر تفكير مجرد. يعني إيه كلمة تفكير مجرد؟ يعني تفكير واقعي. يعني إيه كلمة تفكير واقعي؟ لو رجعت ليه مادة الفلسفة كنا قلنا إن في حاجة اسمها استقراء وفي حاجة اسمها استنباط، إن أنا إزاي من قاعدة عامة أطبقها على حالات خاصة جزئية، أو من عدة حالات خاصة جزئية أقدر إن أنا أتوصل إلى قاعدة عامة. ده اسمه تفكير استدلالي، استقراء واستنباط. لو أنت بتقدر تعمل هذا التفكير يبقى أنت عندك قدرة على التفكير المجرد، ده الذكاء بتاعك. طب أنا ما بقدرش أعمله، طيب أنا كده ما عنديش ذكاء أو قدراتي ضعيفة في الذكاء لأني ما بقدرش أفكر تفكير مجرد. رد عليه عمنا ويكسلر قال له لا، الذكاء مش القدرة على التفكير المجرد، الذكاء عندي هو قدرتك على العمل الهادف وعلى التفكير المنطقي. قدرتك على العمل الهادف وعلى التفكير المنطقي، يعني أنا لما بعمل حاجة بعملها عشان أنا عاوز أحقق بيها هدف معين، والهدف ده أنا فكرت فيه بطريقة واقعية منطقية، فعشان كده أنا قادر إني أحققه. ده كان الذكاء من وجهة نظر ويكسر. يعني أنت كطالب ثانوية عامة اخترت لنفسك كلية نفسك تخشها وبتشتغل طول السنة على إنك تحقق هذا الهدف، يبقى الآن تفكيرك تفكير منطقي وعمل هادف. طب إمتى بقى تحققه؟ إذا أنت قدرت تختار الكلية اللي تتناسب مع إمكانياتك ومع قدراتك، يعني أنت أكتر واحد عارف إمكانياتك الحقيقية فاخترت لها هدف يتناسب معاها. قال لك طالما اخترت هدف على قد إمكانياتك وعلى قد قدراتك يبقى أنت أكيد أكيد هتقدر أن أنت تحققه، يبقى أنت ذكي لأنك قدرت تختار حاجة وتنفذها. أما لو اخترت بقى هدف يفوق إمكانياتك أعلى من إمكانياتك فأنت أكيد مش هتقدر أن أنت تحققه، يبقى إذن الآن أنت ما عندكش القدرة على الذكاء. رد عليهم صاحبنا الثالث اللي هو سبيرمان ورد قال لا يا أخوانا، أنا شايف أن الذكاء قدرتك على إدراك العلاقات. أنت قادر تعمل عملية إدراك علاقات، يعني معك حاجة وحاجة تانية فانت قادر ان انت تربطهم ببعض. يعني بص كده للشكل ناحية الشمال، المربع فيه 8 اشكال بالشكل اللي في النص ناقص، هل تقدر تختار من A او B او C او D او E او F الشكل اللي انا اكمل بيه الشكل اللي ناقص؟ اذا قدرت تختار الشكل الصح وتكمل بيه المكان اللي فاضي يبقى انت كده عندك قدرة على ادراك العلاقات. لو سيبتك تفكر فيها هتلاقي ان الاجابة هتكون F. ليه F بقى؟ فكر فيها برد علي. يبقى اذا عندي كده 3 من مفاهيم علم النفس، كل واحد منهم شاف الذكاء حاجة غير التاني، اللي شافه على انه تفكير مجرد، واللي شافه على انه عمل هادف تفكير منطقي، واللي شاف على انه ادراك العلاقات. الكلام ده من مطلع القرن العشرين وتقريبا حتى نهاية القرن العشرين. تسأل علماء النفس اللي يقولك تفكير مجرد، اللي يقولك تفكير منطقي، اللي يقولك ادراك علاقات، لحد سنة 1983. من مطلع القرن العشرين لحد سنة 1983 واحنا شايفينه ذكاء، شايفينه تفكير مجرد منطقي ادراك علاقات، المهم ان هو ذكاء. في سنة 1983 ظهر الامريكي جاردنر وراح مقدم نظرية قلبت تاريخ علم النفس في الذكاء.
تسمى بنظرية الذكاءات المتعددة. يبقى من مطلع القرن العشرين لحد سنة 1983 تسأل أي عالم نفس يقول لك قدرتك على إيه؟ لأنه شايفينه ذكاء. سنة 83 ظهر الأمريكي جاردنر ورحم نشر مقالة في مجلة أمريكية قلبت وأحدثت ضجة كبيرة جدا في مفهوم الذكاء في ذلك الوقت. النظرية ببساطة جت منين؟ في يوم من الأيام طالبة قاعدة أمام الممتحن فسألها عدة أسئلة، واحد بيمتحن واحدة، فكل ما يسألها سؤال تجاوب، يقول لها يا بنتي إيه هي عاصمة إيطاليا؟ تقول له روما. يقول لها مين هو رئيس أمريكا؟ مين هو وزير الخارجية؟ ما معنى كلمة كذا؟ المهم إنه كل ما يسألها سؤال البنت كانت بتجاوب. فجاردنر بيقول بقى هي إجابات البنت على هذه الأسئلة تعني إن هي ناجحة في الحياة العامة. تخيل معايا حبيبي، يعني البنت كل ما الراجل يسألها شوية أسئلة تجاوبها. هو بيسأل بس بيدي استفسار، معنى كده إن البنت دي جاوبت على كل الأسئلة، يعني كده كل ما تقابلها مواقف في الحياة هتبقى ناجحة إن هي تتعامل معاها زي ما هي نجحت في إن هي تحل الأسئلة دي كلها. رد قال في الآخر إيه؟ ربما ممكن، بس اللي أنا متأكد منه قوي إن البنت دي شاطرة في التحصيل الأكاديمي قوي، وممكن ما تكونش شاطرة في الحياة العامة بنفس كفاءتها في التحصيل الدراسي والأكاديمي. أبسطها لك أكتر، حضرتك ببساطة ممكن تكون أشطر واحد في الفصل، أنت كده بتتفوق على زمايلك في العربي، في الإنجليزي، في الدراسات، في العلوم، في علم النفس، في الفلسفة، في كل المواد. يعني أنت بتطلع الأول عليهم في الفصل. هل معنى الكلام ده إن أنت لما بتخرج أنت وهم مع بعض في مطعم، نادي، شارع، هل أنت برضو بتتفوق عليهم في تصرفاتك اليومية زي ما بتتفوق عليهم في المدرسة؟ احتمال، بس اللي احنا متأكدين منه ان انت متفوق عليهم قوي في الدراسة وممكن ما تكونش متفوق عليهم في الحياة العامة. فمن هنا رفض فكرة الذكاء الواحد وقدم فكرة تانية تسمى بالذكاءات المتعددة. يبقى 80 سنة واكتر واحنا شايفينها ذكاء واحد، 80 سنة واكتر فاحنا شايفينها ذكاء واحد. بعد 80 سنة بدأنا ان احنا نشوف وجهة نظر تانية الذكاءات المتعددة. على كده نستعرضها مع بعض. من وجهة نظره رفض جاردنر فكرة الذكاء الواحد. اول حاجة يا جماعة، اللي انتوا بتقولوه ده مش مظبوط. اللي انتوا عاملين تقولوا يعني عمر عقلي على عمر زمني واضرب في 100 علشان ان انا اقدر اعرف نسبة ذكائك، لا الكلام ده مش مظبوط، مفيش حاجة اسمها ذكاء واحد. طب في ايه يا جاردنر؟ اكد على ان كل فرد يمتلك العديد من الكفاءات، يمتلك العديد من القدرات، من الذكاءات، بس مش بدرجة متساوية زي التاني. يبقى ما من شخص الا وعنده كفاءات، قدرات، مواهب، بس مش بنفس الدرجة. طب يا ترى حضرتك الذكاءات دي بتعمل ايه؟ اكل، شرب، نايمة، خارجة مع بعض، لازم يحصل بينها وبين بعض تفاعل. ليه؟ عشان حضرتك في الاخر يبقى عندك اداء مميز مش موجود عند غيرك. الذكاءات دي اكل، شرب، نايمة، خارجة مع بعض، يعني تتفاعل مع بعض، ومن كتر ما تفاعلت مع بعض يعني أثرت في بعض، بقى في النهاية أنا عندي أداء مش موجود عند حد تاني. ولما بتقابلنا مشاكل قال لك هي دي قدرتك بقى على حلها في السياقات المختلفة، يبقى ده الذكاءات بتاعتك. لا، عيد عليا تاني وخدني كده بالراحة واحدة واحدة عشان أشوف دنيتك فيها إيه.
بص يا اخوانا، هو ببساطة الراجل بيقول يا جماعة مفيش حاجة اسمها ذكاء واحد، بس في حاجة اسمها ذكاءات متعددة. طب الذكاءات دي عندي ولا عندك؟ عندنا كلنا. طب طالما عندنا كلنا، ايه الفرق بينهم من بعض؟ قال لك ده درجات مش متساوية، يعني انت عندك بدرجة ممكن تكون اقل مني او اعلى مني، وحتى انا عندي السبعة بس برضو مش بنفس الدرجة، يعني ممكن يكون عندي واحدة من السبعة أكتر من الستة التانيين. طب السبع ذكاءات دول مال هم؟ قال لك بيتفاعلوا مع بعض، زي أنت كده وإخواتك في أوضة واحدة بتتفاعلوا مع بعض. نتيجة التفاعل ده إن أنت بقى ليك أداء مميز خاص بيك، وزمايلك ليهم أداء مميز خاص بيهم، وإخواتك ليهم أداء تاني خاص بيهم. طب لما بتقابلنا مشاكل، قال لك بقى تبان الذكاءات دي في المشاكل المختلفة، في مشاكل تعرف تحلها وفي مشاكل ما تعرفش تحلها. يبقى لو سلمنا بأنه ذكاء واحد يبقى لازم أحل كل المشاكل، لكن في الحياة في مشاكل أنت بتعرف تحلها أنا بفشل في حلها، طب ما في مشاكل تانية أنا بنجح في حلها وأنت بتفشل في حلها، يبقى إذن هي ذكاءات وليست ذكاء واحد. والمفاجأة إنه قال إن هي قابلة للنمو. يعني ايه قابلة للنمو يا عم جاردنر؟ يعني احنا بنتولد بيها وممكن بعد كده نكبرها نزودها ننميها اكتر واكتر. طب نستعرضها مع بعض. قال لنا في سبع ذكاءات: ذكاء لغوي، منطقي رياضي، بصري مكاني، جسمي حركي، موسيقي، اجتماعي، شخصي. يبقى عندنا كده كام ذكاء؟ سبعة. كل واحد مننا عنده السبع ذكاءات دول كلهم، بس هو يوم ما يتميز مش هيتميز في السبعة، هيبقى مميز قوي في واحد من السبعة دول كلهم. طب والستة التانيين موجودين عنده بس مش بنفس درجة التميز زي اللي انت تميزت بيه عندنا. طب انا بقى اتميز عليك بواحد تاني، يعني انت مثلا تميزت عني بالذكاء الاجتماعي، او من اتميز عنك بالذكاء البصري المكاني، واحد تالت يجي يتميز علينا احنا الاثنين بالذكاء الموسيقي، يبقى واحد عنده ذكاء موسيقي اكتر مننا، والتاني عنده ذكاء اجتماعي اكتر مننا، والتالت عنده ذكاء بصري اكتر مننا. طب افرض انا وانت عندنا نفس الذكاء، يعني انا وانت عندنا نفس الذكاء اللغوي، بس مش هتبقى نفس الدرجة، يعني درجة الذكاء اللغوي عندك انت ممكن تكون اكتر من درجة الذكاء اللغوي اللي عندي انا. يبقى اذا الان ها انت تميزت عني اكتر في الذكاء اللغوي. طب نيجي للذكاء الرياضي المنطقي، ممكن انا اتميز عليك بدرجة اكتر وانت درجتك تبقى اقل، يعني انا اكتر منك في الذكاء اللغوي وانت اكتر مني بالذكاء المنطقي الرياضي، بس احنا الاثنين عندنا الذكاء اللغوي واحنا عندنا الذكاء المنطقي الرياضي. وقام ربط بقى أول وتاني ذكاء بالمدرسة، قال إن الذكاء اللغوي والمنطقي الرياضي ده دور المدرسة فيهم، هم اللي بينموهم عندنا، هم اللي بيوجدوهم، هم اللي بيكبروهم، هم المسؤولين عنهم. أما البصر المكاني والجسم الحركي والموسيقي فدول مرتبطين بمجال الفنون، دي المواهب الفنية اللي موجودة عندك. والذكاء الاجتماعي والذكاء الشخصي ربطوا بالحالة الشخصية بتاعتك، بالنمط الشخصية بتاعتك، باسلوبك وطبيعتك في الحياه. يبقى راح مقسمهم لثلاث فئات: الفئه الاولى ربطها بالمدرسه، الفئه الثانيه ربطها بالموهبه الفنيه، الفئه الثالثه ربطها بالشخصيه. لو مش فاهم تعال نوضحها بصوره تانيه. اول هذه الذكاءات وهو الذكاء اللغوي. ده معناه ايه الذكاء اللغوي؟ إن أنت عندك قدرة على الطلاقة والمرونة في استخدام اللغة، يعني أنت واحد من الناس بتقدر تقول كلام كتير، والكلام الكتير مختلف متنوع، مش بتكرر نفس الكلام. زي واحد كده كتب موضوع تعبير، موضوع التعبير ده كتب فيه 6 7 صفحات، وكتب بقى في ال6 7 صفحات ابيات شعر وايات قرانيه واحاديث وقصائد وي وي حاجه كتير جدا.
هل ده عنده قدرة لأنه يكون جمل أكتر مني؟ آه طبعًا. هل ده عنده قدرة إنه يفهم المعاني ويعبر عن اللي بيدور جواه أكتر مني؟ آه. هل ده بيجيد القراءة والكتابة؟ هل ده بيعرف يتواصل مع الآخرين؟ هتقولي طب ما أنا بقدر أعرف أعمل كل ده. بس هو بيعمل كل ده بدرجة أكتر منك. يبقى هو يتمتع عنك بالذكاء. لا يعني كل الناس بتعرف تقرا وتكتب معاك، بس مش كل الناس درجه الكتابه والقرايه زي بعض. يعني لو رجعت كده لابتدائي حصه الاملاء، واحد كان بيجيب 10 من 10 والتاني يجيب 9 من 10 والتالت يجيب 6 من 10، معنى كده ان هم اللي جاب 10 من 10 بيعرف يقرا واللي جاب 6 ما بيقراش. لا كلهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا بس مش بنفس الدرجه. يبقى هو اشطر منك في اجازه القراءه والكتابه، اشطر منك في انه يعرف يتواصل مع الاخرين، اشطر منك في تكوين الجمل، في فهم المعاني، في الطلاقه اللفظيه، في المرونه في استخدام اللغه. يبقى هو مميز عنك في الذكاء اللغوي. انت ممكن بقى تكون مميز عنه في ذكاء تاني غير الذكاء اللغوي. لذلك هؤلاء الاشخاص من صفاتهم ان عندهم طلاقه في التحدث والتعبير. يعني لما يقف يتكلم مش بيدور على الكلام، الكلام بيجي له لوحده. في واحد كده وهو بيتكلم يقف يتهته يتلعثم، ما يعرفش يدور على الكلام، محتاج حد يكتبها له في ورقة عشان يقولها. وفي واحد تاني لسانه عنده طلاقة في التحدث وطلاقة في التعبير، ما هو بيعرف يكون جمل، ما هو بيعرف يعبر عن اللي بيدور جواه. طب لما يختار الجمل قال لك عنده دقة في صياغة العبارات البلاغية، عنده دقة في صياغة العبارات البلاغية، ويقدر يعمل عملية تقويم للحجج، يعني دحض الحجة بالحجة الأخرى. يعني أنت بتقول دليل أو أنا أقدم لك دليل تاني أقوى من اللي أنت قدمته. ويستمتع جدا بالألعاب الكلامية ومحب لعملية السجع في الكلام. السجع ده اللي هو اتفاق نهايات الابيات في الوزن الموسيقي، كلكم عارفينه طبعا في الادب والبلاغه والعرب. اذا اللي عنده الذكاء ده من غير ادنى شك هتفكر فيه على طول تقول لي هم الكتاب زي عمنا نجيب محفوظ، والشعراء زي احمد شوقي وحافظ ابراهيم لما كانوا بيتلاعبوا مع بعض بالابيات الشعريه، وعندنا الخطباء إن رجل الدين اللي بيخطب فيه الناس في الصلاة، وعندنا معلمي اللغة العربية. كل دول ناس مميزين عن باقي الناس بإجازة القراءة والكتابة، بفهم المعاني، بالطلاقة، بالسجع، بالتلاعب بالألفاظ. طب ده لو عندي ابنك تقدر تنميه عنده إزاي؟ يعني أنا عاوز أدرب ابني على إجازة القراءة والكتابة، فهم المعاني، التعبير عما يدور بالداخل، التواصل مع الآخرين، ازاي يخترع عبارات بلاغيه، ازاي يقف في الناس عنده طلاقه وتحدث في التعبير. لك لازم تدربه كتير من صغره على كتابه موضوعات التعبير، لازم كده من صغره يكتب موضوعات تعبير كتير، ويكتب ويقرا قصه وشعر ومقال كتير، ويسمع لنفسه الكلمات والجمل قبل ما يسمعها للاخرين. يعني انت لما تكون عندك كده تسميع كلمات في الحصه عربي انجليزي لغه تانيه، سمعها لنفسك الأول في البيت قبل ما تروح تسمعها في المدرسة. يبقى ده ينمي عندك قدرة الذكاء إلا يبقى هنكتب موضوعات تعبير كتير، هنكتب ونقرأ قصة وشعر ومقال كتير، هنسمع كلمات وجمل لنفسنا قبل ما نسمعها للآخرين. ده ينمي عندنا الذكاء اللغوي. طيب في الواقع كده هل في مواقف أقدر أشوف فيها ذكائكم اللغوي؟ تعالى كده نستعرضها مع بعض في حياتنا. هل مرة قدرت تمسك ورقة أو قلم وتكتب جواب لواحد من أصحابك إن تدعوه لأن هو يجي يزور بلدك وتعرفه أهم المعالم السياحية اللي فيها، وتقدر إن أنت تستخدم عبارات وكلام تقنعه إن هو يقدر يجي يتفرج على جمال مدينتك وبلدك؟ يبقى أنت كده تتمتع بالذكاء اللغوي. هل أنت من الناس اللي يقدروا يكتبوا الأحداث اللي بيمروا بيها كل يوم في حياتهم على هيئة قصة قصيرة؟ الناس اللي متعودة إنها تكتب مذكراتها وتتخيل نفسها هي البطل وتبدأ بقى تحكي عن آلامها وسعادتها
في المواقف اللي عاشتها في الأسرة، في المدرسة، في الشارع، في النادي، في أي مكان، يبقى أنت كده ها عندك الذكاء اللغوي.